سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وادخلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري له مهد لرقدتي ولم أفرش من عمل الصالح لرجعتي وما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على ما بسطت لساني أفبلساني يا ذا الكون لأشكرك وما قدر لساني يا في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي وإن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك وإليك تأميني وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفات همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك وبحبل طاعتك مددت رهبتي
يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك، فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة، فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيادك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين.